انت اكيد المفروض من اسمك لازم تكوني الجميله، وشغلتك يعني انك تنقذي الطفله جودان. ايه ومثلا مثل اي لعبه تانية نحن بنلعبها، وهاللعبه كمان لها كم قاعده. القاعده الاولى بتقول هاللعبه رح تستمر لمده 3 ايام، اليوم بالليل وباي وقت وممكن باي ساعه كمان. اما القاعده الثانيه هاللعبة هي رح يلعبها بس لاعبين اثنين، انتي رح تكوني اول لعبة يا بطلة وانا الثانية. تعرفي انا كتير معجبة فيكي. اذا انتي بتربحي جدان الصغيرة رح تحصل على جائزة، بس اذا انا وقتها بربح راس جدان الصغير شي اكيد رح هاي كنكا. لا أكشن لا إيشو هالمشهد البطولي هاد؟ أنا بحيي شجاعتك أكشن. هذا كله بسببي أنا، لو ما استسلمت يعني ما كنت رح أسمح لها تفوت على هالبيت، وما كان صار أي شيء من هاد. بس ارتكبتي هاي الغلطة يا كنتي العزيزة. أنا مالك انتك عم تفهمي، لك انتي إنسانة شريرة كتير. اسكتي، انتبهي على كلامك منيح، لأنه إذا مرة تانية تفتحي تمك أنا وقتها رح أأذيك. عم تسمعي؟ بالحقيقة أنا رح قلكن شغلة، البطلة هون هي أشجع مرة منعرفها بالعالم، وما في حدا بشجاعتها، لهيك عملي مثل ماني عم قلك، وهالشي الأحسن كرمال جدان الصغيرة. شو رأيك؟ كلامي مزبوط؟ ولا ما بدك تعترف بهذا الشي؟ شبك ساكت ما تحكي شي كلمة؟ خطأ واحد منك ممكن يكلفك شغلات كتير، بس ليك رح أعطيك فرصة كمان. من مصلحتك إنك تسمع كلامي، وإنت رح تكون الرابح. كبار، ليش ما بتورجيهم؟ يعني كيف رح تكون النتائج إذا ما بيسمعوا كلامي؟